سلام بنات، اليوم غادي نشارك معكم جديد صيدلية الدي ام. اول حاجة غنبدأ بها هي البنات هي فيتامين دي نباتي 100%. هاد الاقراص هي الفيتامين دي من خميرة البيرة، فيها وحدة دولية من سانوتاكت. وهاد الفيتامين دي البنات المتميز فيه انه نباتي 100%، وكيتم الحصول عليه من خميرة البيرة. كيساهم فيتامين دي على الحفاظ على الوظيفة الجهاز المناعي طبيعية، والحفاظ على العظام طبيعية، ووظيفة العضلات هي طبيعية. رفيق مثالي خاص في موسم البرد، خاصة في موسم البرد استعملوه هي البنات. فيتامين دي ضروري نوصيكم عليه، كيجيوك الأوجاع في العظام في العضلات، المناعة تتقل، وكيكون الأسباب هي فيتامين دي. ورائع هذا بالضبط، جديد رائع. اليوم غادي نشارك معكم هاد ميفوليس ايمون ديريكت، اللي هو يا البنات واحد الفيتامين اللي سهل التناول ديالو بدون ما. اولا كيدعم جهاز المناعه من خلال الزنك والسيلينيوم وفيتامين سي وفيتامين دي، بنكهه البرتقالي اللي كتعجب كل شيء، يعني من خلال هذاك جهاز المناعه. مزيج فيتامين سي وفيتامين دي كيعطي الوظيفه الطبيعيه لجهاز المناعه. يساعد الزنك والسيلينيوم وفيتامين سي على حمايه الخلايا من الاجهاد. تاكسودي كيساهم الفيتامين سي في استقلاب الطاقه الطبيعيه وتقليل داك التعب والارهاق. وكيحتوي ايضا على حمض الهيستيدين الاميني، وايضا لها طعم فاكهي لذيذ من البرتقال، وكتستعمل بدون ماء مباشره في الفم. بنات غادي نشارك معكم هذا كاع البنات النساء اللي يرغبن في انجاب الاطفال، فهذا يا البنات خصكم تاخذوا هذا المكمل الغذائي ضروري بزاف. كيحتوي على حمض الفوليك وفيتامين دي 3 واليود، وكذلك الفيتامينات بي نباتي. هذا يا البنات راه خطير، كاع اللي كيرغبنا في الانجاب الاطفال راه خصهم ياخذوه. كيساعد على كيوجدك الحمل، بالاضافه على ذلك فيه الفيتامينات اللي كتحتاجي، فيتامين بي 12 دي 3 اللي هي وظيفه الانقسام الخلايا اللي كتساهم على الوظيفه الطبيعيه للجهاز المناعي. حمض الفوليك كيساعد في النمو الأنسجة الأم أثناء الحمل أو لا قبل الحمل. عشان نقول لكم يا البنات اللي بغات تحمل تأخذ بحال هاد الفيتامينات، راه ضروري. بنات غادي نشارك معكم هذا خطير يا البنات، هاد مكمل غذائي على شكل زجاجية للشرب. كتحتوي هاد الجرعة يا البنات على فيتامين سي ودي وبي 12 بالإضافة إلى الزنك، في حين أن الفيتامين سي اللي كيحتوي عليه يضمن لنا الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة. وهذا المكمل الغذائي السائل كيثير الإعجاب ديال الناس عندنا هنا في ألمانيا، لأن المذاق ديالو لذيذ وطازج، يعني كتشربيهم بحال كتشربي شي عصير وشي حاجة كتعجبك، وفي نفس الوقت راكي كتشربي فيتامينات بمستخلص الجنجبيل والكركم، وفيها وكيكون في قريعات زجاجية كتشربيهم. طريقة مثالية لاستعمال التنقل ديالك الخدمة ديالك البرا، مهم سهلة الاستعمال، كتحركيها وكتشربيها كل نهار وحدة. فيتامينات مهمة جدا للجسم، خطيرة، فيها 7 70. بنات غادي نشارك معكم هاد الأقراص، تاهما جديدين فيهم فيتامين سي وبي 3. هاد الأقراص يا البنات خطيرين، كي للحلق والمعينات الصوتية، كيساعدوا على ترطيب الأغشية المخاطية في الحلق والحنجرة والفم، وهذا كيعني لها تأثير مفيد فعال على الرقبة والحلق. كتحيد لكم هذاك البكتيريا الميكروبات أي حاجة كاينة في القرشوتة ديالك. وكتحتوي على فيتامين سي وبي 3 كما قلت لكم، مكمل غذائي كيحمي لنا الرقبة ديالنا والحنجرة، خالي من السكر، صحي 100%، والطعم ديالو فيه الكرز الفاكهي.
هما اقراصيا البنات كنديرهم في القرجوزه ديالنا، كيداويو لينا القرجوزه، الحنجره، الفم، اي حاجه عندكم فيها مشكل او لا جرح او لا التهاب. بنات غادي نشارك معكم هاد الاقراص الاستحلاب الصغيره اللي كتير اعجاب الاطفال بسبب المذاق الفراوله اللطيف والفاكهي. هاد الدوايه البنات فيه المالتيلول والايزومالت، خالي من السكر، وكيعطي واحد التاثير ديال مضاد للبكتيريا ومهدئ للحكه والتهاب الحلق. ابست سنين، خالي من السكر، عنده تاثير مضاد للجراثيم. يا البنات ملي تيكون وليداتكم تضرهم القرجوده او الحاسين بهم غيمرضوا او لا ضربهم البرد او اللي عندهم هذاك الحكه في القرجوده التهاب الحلق، زوينين يا البنات بزاف، ما فيه السكر. و اب 6 سنين الفوق وما فوق، راه مكتوبه فيه جونيور جديد في الصيدليه عند الدي ام. كيعجب الوليدات لان فيه واحد المذاق ديال الفراوله، وايضا مضاد للالتهاب، يعني غيعاونهم باش ما يلتهب لهم ويزيد المرضى اكثر. تا هو الطوب هذا، الثمن ديالو في متناول الجميع 6.25 ومتواجد في الدي ام الصيدله في البلاصه فين تيكونوا الادويه. بنات غادي نشارك معكم هاد نازن شبول صاص، هذا كينظف وكيرطب الانف بشكل حاد ووقائي مع ملح البحر بيوماريس، تاثير مزيل للاحتقان. هذاك الملح يا البنات كيشطف الانف بمياه البحر وكيدعم صحه تجاويف الانف على النحو الامثل. تاثير البيئي ديالو فيه كيحيد الغبار، الاوساخ، المواد المسببة للحساسية اللي كتكون في الأنياف ديالنا اليومية، وكيساعد كذلك على التنظيف العميق واللطيف للأنف والترطيب، وكيزيل كذلك الإغرازات كما قلنا يا البنات، كينقي الأنف ديالنا وكيرطبو وكيحيد كاع دوك الإفرازات العالقة. وهذا الماء الملح الشطف كيشطف لينا الأنف، هذا الملح خاص ديال البحر كيشطف لينا الانف، غني بملح البحر، وكيتميز بمركب المتعدد المعادن. رائع بزاف يا البنات، بيوماريس الطوب كيزيل لينا كاع الميكروبات اللي كيكونوا في الانف، وفيها 40، يعني تقدروا تستعملوه 40 مره، والثمن كيف ما كيبان لكم في متناول الجميع. بنات غادي نشارك معكم هذا المغنيسيوم يا البنات اللي كيعجبني بزاف، لانه اول حاجه بدا فيه المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، زائد انها مريحه التناول، يعني كتستعمل بدون ماء، يعني تقدروا تهزوها معكم في الطريق، ماشي ضروري بحال هذاك المغنيسيوم اللي كي ضروري خصو الماء. وهاد الحبيبات المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم من تاكسوفيت، وكيتم تصدي بشكل مثالي لمتطلبات المغنيسيوم المتزايدة اللي كتخصكم في الذات ديالكم. رائع بزاف يا البنات، استعملوه جديد عند الدي ام، الثمن ديالو رخيص بالنسبة لذاك الشيء اللي فيه، لأنه مجموعين فيه غير دوك المواد الفيتامينات اللي تحتاجهم الجسم ديالنا في فصل الشتاء أو لا في البرد أو لا عامة ملي تيكون الإنسان مرهق وحس براسو خاصينو الفيتامينات. راه خطير هدا يا البنات، طوب بنات هذا خطير يا بنات، اللي عندها الام ديالها او الاب ديالها 65 سنه فما فوق تاخذ لها هذا من تيم. رائع بزاف يا البنات، فيه الفيتامينات اللي كيحتاجو الناس الكبار في السن، فيه كاع داكشي اللي غادي يحتاجو مساكن اللي تيكونوا الناس عيانين، اللي كيعاون في الزنك، اللي كيعاون في الوظيفه الطبيعيه، المناعه، بي 12 اللي كيقلل التعب والارهاق. فيه البنات الزنك وفيتامين أ اللي كيدعموا الحفاظ على الرؤية الطبيعية بالنسبة للجلد والشعر والأظافر، البيوتين، فيه كعشرة تقنية المستودع الجهاز المحي بإطلاق العناصر. عشان نقول لكم يا البنات نعيا ما نقول، فيتامين إي حماية الخلايا من الإجهاد، فيه الفيتامينات كاع اللي كيحتاجوا الناس الكبارين في العمر. ولذلك يا البنات شريوا لماواتكم باواتكم او للعائله، راه الطب.
ودابا يا البنات وصلنا الى اخر الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا معايا فيه وانني شاركت معكم شي مكمل او فيتامين اللي كنتو كتقلبوا عليه. اي استفسار اي توضيح خليوها لي في التعليق. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.